عليكم أصدقائي، مرحبا بكم في الدرس الأول للصف الثالث الابتدائي. عنوان درسنا اليوم هو إعداد بدني عام يشمل عناصر اللياقة البدنية المختلفة. في البداية يجب علينا القيام بتمارين الإحماء لأنها مهمة لإعداد الجسم وتهيئته لاستقبال المهارة. أولا، من المشي حول الصالة والنظر للأمام، تحريك الذراعين بعكس اتجاه الرجلين، ثم فرد الذراعين للجانب ودوران للخلف. ثم من الجري السريع. والآن مع العمل بالأدوات من الفتح والضم، ثم الجري المتعرج بين الأقماع، ثم الحجل على قدم واحدة داخل الأطواق، ثم القفز فوق الحواجز. أولاً سوف أخبركم عن اللياقة البدنية، هي حالة البدن التي يستطيع الفرد من خلالها القيام بأعماله اليومية بكفاءة عالية. وهناك عناصر كثيرة للياقة البدنية كالقوة العضلية والتوافق والتوازن والرشاقة والمرونة والتحمل والسرعة. أولاً القوة العضلية، وهي قدرة العضلة على التغلب على مقاومة خارجية أو مواجهتها، ومن تمارينها الوقوف والذراعان مفرودتان للأمام وثني الركبتين نصفاً والرجوع لوضع الوقوف. ثانياً التوافق، وهو قدرة الجسم على تحريك عضلتين مختلفتين وأكثر في اتجاهات مختلفة، ومن تمارينها من وضع الوقوف رفع إحدى القدمين بالتبادل مع ثني وفرد الذراعين أمامًا. ثالثاً التوازن، وهو قدرة الجسم على المحافظة على ثباته عند القيام بحركات معينة كالوقوف على قدم واحدة مع رفع الأخرى في كل اتجاه لمدة 10 ثواني. رابعاً المرونة، تتمثل المرونة في مقدار استطالة العضلات والأربطة بالإضافة إلى مرونة المفاصل ومدى حركتها. مثال على تمارين المرونة: الجلوس الطويل وذراعان مفرودتان للأمام وثني الجذع للأسفل ولمس مشط القدم والثبات 10 ثواني. خامساً التحمل، وهو قدرة الجهاز الدوري والجهاز التنفسي على مد الجسم للقيام بمهام مختلفة دون تعب، ومن تمارينها الانبطاح المائل والارتكاز على الساعدين والثبات لمدة 10 ثواني. سادساً السرعة، وهي قدرة الجسم على القيام بحركة معينة بشكل متكرر ومتتابع خلال مدة زمنية معينة، ومن تمارينها الوقوف والجري في المكان لمدة 10 ثواني. رائع، أحسنتم، لقد قمتم بأداء جميع المهارات بشكل ممتاز. والآن دعونا نشاهد فيديو يوضح تمارين لجميع عناصر اللياقة البدنية المختلفة. من الوقوف فتحاً والذراعان مفرودتان للجانبين، تحريكهما لجهة اليمين واليسار مع تحريك الجذع 8 عدات. من الوقوف فتحاً ثني الجذع جهة اليمين ثم الجهة اليسار مع تحريك الذراعين 8 عدات. من الوقوف فتحاً فرد الذراعين بالتبادل للجهتين، مرة للجهة اليمنى ومرة للجهة اليسرى، وتكرار ذلك 8 عدات.
والآن من وضع الوقوف والذراعان مفروضتان للأمام، ثني الركبتين نصفاً والرجوع لوضع الوقوف وتكرار ذلك 8 عدات. من وضع الوقوف فتحاً كذلك، الطعن الجانبي للرجل اليمنى وفرد الأخرى وتكرار ذلك للجهة الأخرى 8 عدات. من الوقوف تحريك الرجل للجانب وتكرار ذلك. من وضع الانبطاح المائل الثبات على الساعدين لعدة ثواني. يجب أن يكون الجسم على استقامة واحدة، ويجب التأكد من عدم ملامسة أي جزء للأرض ما عدا الساعدين والأمشاط. من وضع الاتزان على المقعدة، تحريك الرجلين من مفصل الركبتين بالتبادل وتكرار ذلك 8 عدات. ثم من نفس الوضع السابق، تحريك الرجلين من مفصل الفخذين لأعلى ولأسفل بالتبادل. ثم من الانبطاح الجانبي، تحريك الرجلين من مفصل الفخذين لأعلى ولأسفل وتكرار ذلك 8 عدات. ثم تكرار نفس المهارة للجانب الآخر. أما الآن دعوني أخبركم هذه المعلومة المهمة، هناك عناصر أخرى تساعد في اللياقة البدنية منها الماء، ويعتبر عنصر من العناصر الأساسية للحياة، ومن فوائد شرب الماء أثناء ممارسة الرياضة تقليل معدل خفقان القلب مما يؤدي لعدم إجهاد القلب وضخ الدم بصورة سليمة، ويساعد الماء على تنشيط الجسم ومنح طاقة للعضلات من خلال توفير المعادن الضرورية لها، كما أن تناول المياه بكميات كافية يساعد على الحفاظ بصحة الكليتين، والعديد من الفوائد الكثيرة. لذلك نحرص دائما على شرب المياه بكميات جيدة قبل وأثناء وبعد التمرين. سؤالنا لليوم هو: اذكري 3 من عناصر اللياقة البدنية. وفي الختام دعونا نقوم بتمارين الاسترخاء لأنها مهمة لإعادة الجسم لحالته الطبيعية. هيا بنا نبدأ معا. من الوقوف كعب رف وكعب خب، كعب رف
وكعب خفض، كعب رافع، وكعب خفض. ثم من الوقوف فتحا، ثني الجرع للجانب ثم للجانب الآخر مع تحريك الذراع. ثم من الجلوس تربيع، فرد الذراعين للأمام والضغط لأسفل والثبات. والآن من الجلوس الطويل، فرد الذراعين محاولة لمس المشطين والضغط للأمام والثبات عدة ثواني. من وضع الجلوس تربيع، أخذ شهيق من الأنف وزفير من الفم، شهيق من الأنف وزفير من الفم، ونكرر ذلك. لقد انتهينا. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من درس اليوم. إلى اللقاء أصدقائي.